لا تاكلي هم، ما حيصير له اي شيء، مثل القطب سبع ارواح. وزهرة كمان ما في اخبار عنا بنوب. اخ يا روحي، المخلوقة حامي، الله اعلم وين هلا وشو بيكون وضعها. لك فاطمة خلص لا تكبريها، حرام عليكي، بعدين كل نفوذي استخدمته، بعت خبر لمعارفي والمخافر ورئاسة الشرطة، واكيد رح يلاقوها ورح يجيبوها ان شاء الله. بعدين هالبنت دايما إلى مشاكل، دخيلك شو بده يصير لها يعني؟ ترجع لا تاكلي همها. اسمعي لقلك، إلك عندي خبر حلو كتير بيطير العقل. شو هو؟ بكرة الصبح رح ننتقل لبيت جديد. لا تفهميني غلط، هو مانو بيت عادي أبدا، سرايا، رح تشوفي بعينك سرايا، لك شي بيطير العقل. يا ريت حضرتك أخذتني على البيت لشوفه قبل ما أنت تقرر وتنتقل عليه، بما أنه أنا كمان رح أسكن هونيك بعد فترة كان لازم تأخذ رأيي. فاطمة أنت مانك طبيعية، ليش بدي أخذ رأيك بالله؟ على أساس رح تقدري تسكني بهيك بيت بحياتك؟ لك وين رح تشوفي هيك بيت؟ هذا البيت ما بيشبه الأوضة اللي أنت ساكنة فيها سرايا، عم قلك سرايا. دارت لك؟ طيب القهوة يسلموا. لحد هلأ ما وصلنا خبر وما عرفنا شي عن زهرة للأسف. يا الله سيدي، في ناس واقفين برا عم بيقولوا انهم شافوا زهرة كيرمان بهارمنلي. خليوني يفوتوا. حاضر سيدي. امي زهرة، يلا نروح من هون. يلا. ايه هي البنت المسكينة؟ هي ما كانت طبيعية. كيف يعني مو طبيعية؟ كأنه عم تعاني من مشكلة براسها لأنه بصعوبة قالت اسمها. ممكن إنها تكون خافت منكم وتلبكت شوي بالحكي؟ لا بنوب، نظراتها كانت غريبة، قصدي كأنها كانت شربانة. هو بصراحة زوجي شك فيه أنه عم تتعاطى شيء، لأنه مثل ما بتعرفوا منتشر هالشي بين الشباب، فاضطرينا ننزلها من السيارة، بس ما كنت مرتاحة وزعلت عليها كتير. ما في أي مشكلة، بس حكولي وين نزلتوها؟ على مدخل هارمنلي هنيك نزلتها. قليلي تحسنتي مرت عمي؟ قلبي عم يوجعني يا بهي، حاسة في صخرة قاعدة على قلبي وما عم تتحرك بنوب. إمتى رح يخلص عذابي يا جماعة؟ إمتى؟ من شوي حكيت مع عزت مرت عمي، قال إنه في جماعة طلعوا شايفينها لزهرة. بالله وين شافوها؟ طيب هي منيحة؟ أنت لا تقلقي بهي، حفيدي وكنتي زهرة ما رح يصير لهم شي بإذن الله، رح يجي حفيدي على الدنيا بخير وسلامة ورح نشوفه، وما حدا رح يقدر يمنع هالشي هاد. مرحبا، قلت لأجي اتطمن ومنه كمان بقيس ضغطك. عطيني ايدك خالي. ابني غانم منيح، كيف صار وضعه يا بنتي؟ هو غايب عن الوعي هلأ، يعني ما عم يحس على شي، ومع هيك حاولوا انكم تكونوا متفائلين. اللي بعرفه إنه حالته مستقرة هلأ، بس ممكن يصير تطور إيجابي. إذا غانم بيك مرق من هالليلة بخير وسلامة، بإذن الله رح يعيش. أمي أنا كتير مبسوطة إنك أنتي معي، يا ريت نبقى مع بعض. وأنا بوعدك اسمع كلمتك طول الوقت، وعديني إنك ما تتركيني أمي. ما في قوة بتقدر تفرقنا عن بعض، طمني رح نعيش سوا وأكيد رح نكون مبسوطين. عمي عزت كمان رح يجي، ما هيك؟ نحن وعمو عزت رح نكون عيلة كتير ظريفة ورح نكون مبسوطين مثل ما كنا نحلم سوا من
كثير مرعوبة. أمي أمي أمي. زهرة لازم عصام، عم تسمعني؟ عم نسمعك سيدي. دوروا منيح على أي أثر قبل ما تعتم الدنيا. حاضر سيدي. إذا صار معكم أي شيء بتخبروني فورا. جبت لكم أكل، قلت لحالي أكيد بتكونوا جعتوا هلأ. لا أنا ما لمست هي شي يا ابني. كلي مرت عمي. لا عدنان يسلم، بلكي بعدين. على راحتكم. أمي وينها؟ ما بعرف لك، حتى ما انتبهت إن طلعت من الغرفة. ليش ضل عقلبي راسي؟ بلكي بتكون راحت لتشق على أبوك. ما رح تستفيد شي يا غانم، بعد هالليلة ما رح تعيش ولا دقيقة زيادة. ملاك، انتي شو عم تعملي هون؟ ليش طلعتي من المستشفى؟ زهرة ضايعة، أنا لازم روح دور عليها. بس ملاك انتي لازم ترجعي على المستشفى. ما رح أرجع على المشفى، لازم لاقي بنتي من الأول.